بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الفضلاء الكرام، لازلنا وإياكم نتدارس القرآن الكريم ونتمعن في آياته ونتدبر جمله وكلماته، نستخلص منها العبرة ونستخرج منها الدروس، ولعل ذلك يكون مصلحا لأحوالنا ومغيرا لعلاقتنا بربنا، وكذلك مغيرا لعلاقتنا بالقرآن الكريم. ابتدأنا أمس الحديث عن الآيات الأول من سورة القيامة، هذه السورة التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها ركنا عظيما من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. وذكرنا بأن الله سبحانه وتعالى أقسم بهذا اليوم، وأقسم بالقيامة، والقسم يستدعي منا أن نتأمل في هذا المقسم به وما فيه من عجيب قدرة الله سبحانه وتعالى وبديع صنعه. فإذا تأملنا ذلك كان إيماننا بيوم القيامة وكان إيماننا باليوم الآخر مصلحا لأحوالنا، بخلاف الأقوام الذين غاب عنهم هذا الإيمان. لذلك قال الله سبحانه وتعالى عنهم: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. يعني فالإنسان يريد أن يفجر أمامه، يعني أنه عاقد العزم على أن يفجر فيما يستقبله من الأيام، هو عازم على أن يكون فاجرا في المستقبل، عاقد العزم وعاقد النية ويخطط من أجل أن يكون فاجرا في المستقبل. والحامل له على ذلك هو قوله يسأل أيان يوم القيامة. السلام عليكم. يعني أن الإنسان يسأل سؤال إنكار وسؤال استبعاد وسؤال استغراب، ويقول أيان يوم القيامة. يعني هذا الإنسان الذي عقد عزمه على أن يكون فاجرا وعلى أن يفجر فيما يستقبله من الأيام يسأل هذا السؤال على وجه الإنكار، بحال السائل الذي ذكرناه أمس الذي ذكره الله سبحانه وتعالى
في أواخر سورة ياسين حينما قال الله عز وجل: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا سؤال، لكن هذا السائل هل سأل لأجل أن يسترشد؟ لا. هل سأل لأجل أن يستفيد؟ لا، وإنما سأل سؤال إنكار، يعني هذا السؤال يستفاد منه أنه ينكر هذا الأمر ويقول من يحيي العظام وهي رميم، يعني كأنه يقول لا أحد يقدر على أن يحيي هذه العظام بعدما صارت رميما. وهذا السائل هنا يقول أيان يوم القيامة، يعني متى وكيف ستكون القيامة؟ يعني هذا السؤال هو سؤال إنكار، يعني ينكر أن يقع هذا الأمر. وكما أجاب الله سبحانه وتعالى السائل الأول فقال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، أجاب هذا فقال: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. يعني الله تبارك وتعالى يجيب ويقول لهذا السائل المنكر، يقول له: ستعلم علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين أن القيامة موجودة وأنها حاصلة، ولكن متى؟ إذا برق البصر. يعني ستعلم علم اليقين أن القيامة كائنة وحاصلة إذا برق بصرك. والمقصود ببرق البصر يعني أصابته الدهشة والحيرة من شدة الرعب ومن شدة الخوف، لأن الإنسان بطبيعته إذا اشتد خوفه لا يتمركز بصره على موقع واحد. الإنسان إذا خاف بزاف تلقى يشوف هنا يشوف هنا يشوف هنا يشوف هنا، لأنه يخاف ولا يدري من أين يأتيه من أين يأتيه الأذى. فلذلك تجد بصره دائما متقلبا غير متمركز على موضع واحد. وفعلا ما سيحصل يوم القيامة سيجعل الأبصار بارقة متقلبة تغشاها الدهشة ويغشاها الهلع والخوف والفزع. وهذه بعض المشاهد، يعني هذه المشاهد التي ذكر الله سبحانه وتعالى هنا هي بعض المشاهد التي تجعل البصر بهذه المتابة. فإذا برق البصر وخسف القمر، يعني القمر الذي عهدناه جسما منيرا مضيئا، فإنه يوم القيامة وفي مقدمة القيامة يصيبه الخسوف. وخسوف القمر ذهاب نوره، يعني النور ديال القمر كيمشي، يعني ها القمر كاين ولكن ليس له ضوء. ومعلوم أن هذا من الأشياء التي تخيف الإنسان، من الأشياء التي تخيف الإنسان هو الخسوف، خسوف القمر وكذلك خسوف الشمس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما كسفت الشمس في زمانه خطب في الناس فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يخوف بهما عباده، ولكن الله يخوف بهما عباده. فالشمس والقمر يخيف الله سبحانه وتعالى بهما العباد،
يوم القيامة سيكون خسوف للقمر أي ذهاب لنوره. مازال احنا الآن تكون القمر حينما يصيبه الخسوف غالبا لا يرى، يعني في الغالب أن خسوف القمر لا يرى، كسوف الشمس نعم، لأن غالبا الناس في كسوف الشمس يكونوا مستيقظين وتكونوا في حوائجهم، ولكن بالنسبة لكسوف القمر الغالب أنه لا يرى، يعني لأنه غالبا يكون ليلا حينما يخلد الناس للراحة. فيوم القيامة هذا القمر الذي ما عهدناه يصيبه الخسوف إلا نادرا يصبح معلوما لدى الخاص والعام والصغير والكبير، يرى أن ضوءه قد ذهب. وهذا يحدث في النفوس الخوف والفزع. وجمع الشمس والقمر، ها هو الأمر الآخر من الأمور التي تجعل البصر بارقا خائفا مشتتا، أنه يجتمع الشمس والقمر اللذين ما اجتمعا قط منذ خلقهما الله سبحانه وتعالى. من نهار الله تبارك وتعالى خلق القمر والشمس عمرهم ما اجتمع، بينتهم الملايين ديال الكيلومترات، والآن يجتمعان. يعني تصوروا كيف يكون هذا المشهد، وقد اجتمع فيه الشمس مع القمر. وندرك أهمية هذا الأمر إذا مثلا طالعنا ما يقوله الفلكيون، فاش كيكون مثلا غير شي كوكب أو شي جسم فضائي، تيكون نيزك شي حجر نيزكي كبير تيتم دايز من جنب الكرة الأرضية ولا قريب من الكرة الأرضية، تيقولوا بأنه سيحدث انفجارا وسيحدث هيجانا للبحر وسيدمر وسكذا وكذا، يعني أمور كثيرة جدا يخيفنا بها الفلكيون من اصطدام جسم صغير من الفضاء بالأرض. ومؤخرا كانوا قالوا واحد الحجر نيزكي راه جاي راه كبير راه بغي يطيح في البحر، راه بغي يفجر البحر، راه بغي تغرق يعني الكرة الأرضية بالماء، راه كذا. بعضهم قال لك هذا هو نهاية العالم، مشى يستعد لها. يعني فشوف هذا غير واحد الجسم بغي يتلاقى مع الأرض، وشنو هي النتائج اللي كيقولوا الناس؟ نتائج مرعبة. فما بالك أن يجتمع القمر والشمس، يعني ما هي الأحوال؟ لأن هذا ماشي شي حاجة اللي هي عادية، ماشي شي حاجة اللي هي مألوفة عندنا، شي حاجة اللي هي خارجة عن العادة، وشي حاجة اللي هي خارجة عن المألوف، لذلك سيكون لها الأثر العظيم على القلوب وعلى النفوس. وجمع الشمس والقمر، إذن هادو جوج المشاهد، هذان مشهدان من مشاهد يوم القيامة. فإذا برخ البصر وخسف القمر، جوج المشاهد من مشاهد القيامة تجعل البصر تارفا ولا يستطيع أن يركز على شيء، وتجعل الإنسان في حيرة وفي دهشة، ويبحث له عن مفر وعن مهرب، في حين أن الله سبحانه وتعالى هنا لم يجب هذا السائل المنكر للبعث، ما جاوبوش بجميع المشاهد اللي غادي تكون يوم القيامة، ما جاوبوش بالجميع، وإنما قال لي الله تبارك وتعالى هادو غير جوج المشاهد، هادو غير جوج المشاهد ساهلين، ما وصفوك انت بوالو، وشوف اش غادي يديروا لك. فما بالك بصيحة الفزع، هذه قاعدة نتكلموا عليها، صيحة الفزع التي هي مقدمة ليوم القيامة. قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من
شاء الله. هذه الصيحة وهي صيحة خلق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. واحد الخلق من مخلوقات الله عز وجل يصيح صيحة تميت جميع الأحياء. تميت جميع الأحياء. يعني حتى نتصور قدرة الله عز وجل الباهرة. هذا غير واحد المخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى يأذن الله عز وجل له في أن يصيح فيصيح صيحة واحدة فتميت جميع من في الأرض من الأحياء. كذلك لم يذكر الله سبحانه وتعالى الزلزال. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يعني زلزلة الساعة زلزال عظيم. ومن نتائجه ما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يعني المرضعة التي هي أشد شيء تعلقا برضيعها وتستطيع أن تضحي بحياتها مقابل هذا الرضيع. دابا الأم إذا كانت مرضعا وجاء خطر داهي فإن أول ما تفكر به هو نجاة هذا الرضيع، ما كتفكرش في راسها، بل إذا اقتضى الأمر أن تضحي وتدفع حياتها مقابل أن ينجو صغيرها فعلت. ومن المسائل اللي كنا شاهدناها في يعني في الأفلام الوثائقية أن طائرا تحاول معه أمه الطيران، هو تيخسيطر من واحد الجرف ويطيح في الماء مباشرة، فهذه أول طيرة يطيرها في حياته، إلى نجحت له فإنه ينجح ويستمر في الحياة، وإلى فشل يعني طار من الجرف وما جاش في الماء طاح في الأرض كاينين الثعالب اللي هما حافظين حتى هما التوقيت كيجيو اللي طاح في الأرض كياكلو. فهذوك المصورون صوروا هذه العملية هذه وصوروا واحد الطائر يلاه طاح في الأرض، ملي جا الثعلب ليأكله ارتمت أمه بين يديه ودفعت حياتها ثمنا لينجو صغيرها وأعطت فرصة للصغير باش يهرب والكاميرا تبعها كح تدخل لما واحتضنت واحد أم أخرى لتربيه. يعني شوف الأم كيفاش يعني شدة التعلق ديالها برضيعها، تدفع حياتها مقابل رضيعها، ولكن في الفترة ديال القيامة تذهل عنه. ما معنى تذهل؟ تنساه وتتنسى راسها واش هي ولدها، كتنسى راسها واش عندها شي رضيع. من شدة ماذا؟ من شدة الصدمة ومن شدة الهول. إذن هذا السائل الذي ينكر يوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى له: إذا عشت هذه المشاهد، إذا عشت هذه المشاهد غادي يولي عندك حق اليقين بيوم القيامة، ولكن هذا الإيمان لن يفيدك، لن يفيدك ولن ينفعك. هذا الإيمان من اللي غادي تبقى أنت حتى تعيش القيامة وحتى تقوم عليك القيامة عاد تأمن بها، هذا الإيمان لا ينفعك ولن يفيدك ولن تستفيد منه شيئا. علاش؟ لأنه إيمان بالشهادة وليس إيمانا بالغيب. والإيمان اللي كيتأجر عليه الإنسان وكيستفد عليه الثواب هو الإيمان بالغيب. قال الله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. إذن هذا هو المطلوب من الإنسان، احنا مطلوب منا أننا نؤمن باليوم الآخر حينما يكون غيبا عنا، خصو يكون غيب كنأمن به. هذا هو الإيمان الذي ينفعنا،
أما الإيمان الذي يصبح شهادة هذا الإيمان لا ينفع ولا يفيد. لذلك الأقوام السالفة كانوا تكذبوا بأنبياء الله، كانوا تكذبوا بالأنبياء ديال الله سبحانه وتعالى ولا يؤمنون بهم، وكانوا الأنبياء تحدثوهم بأنه راه خصكم تأمنوا، راه إلا ما أمنتوش راه الله عز وجل سيعذبكم، ومع ذلك ما كانوا يؤمنون ولا يقبلون. فكانوا حينما ينزل بهم العذاب، ملي تيمشي حتى ينزل عليهم العذاب ويعيشون أحداثه ووقائعه، ديك الساعة تيولي عندهم إيمان بالأنبياء، وتيولي عندهم إيمان بالعذاب وأنه كاين وبأن الأنبياء راه صادقون. ولكن واش هاد الإيمان تينفعهم ديك الساعة؟ لا، لا ينفعهم. علاش؟ لأنه ولا إيمان بالشهادة، ما بقاش إيمان بالغيب. ولذلك الإيمان الصادق، الإيمان الذي يؤجر عليه صاحبه، هو الإيمان الذي يكون بالغيب. لذلك هذا السائل تيقول أيانا يوم القيامة؟ تيقول لي الله تعالى راه هذيك القيامة راه غادي تعيش الأحداث ديالها، وراه غادي تعيش تفاصيلها، وهي آتية لا محالة، لأن الله تعالى قال أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أتى أمر الله، يعني أتى أمر الله، أمر الله هنا هو القيامة. قال لك الله تعالى فلا تستعجلوه. علاش الله سبحانه وتعالى قال لك هنا عبر بالفعل الماضي وقال أتى وما قال سيأتي، ما عليهم هو مازال ما وقعش. فهنا تقول علماء البلاغة بأن الله سبحانه وتعالى عبر بالفعل الماضي على الفعل المستقبل إشارة إلى تحقق وقوعه. قال لك حيث هو راه محقق الوقوع وبأنه راه سيقع لا محالة وبأنه أمر لا شك فيه ولا ريب فيه، فكأنه قد وقع ومضى، وراه مازال ما وقعش ولكن الوقوع ديالو متحقق وآتي لا محالة. فلذلك الإنسان لا ينبغي أن ينكر يوم القيامة، ولا ينبغي أن يجحدها، ولا أن يشك، ولا أن يشك فيها. لذلك قال الله سبحانه وتعالى مجيبا هذا الذي يسأل أيان يوم القيامة، قال فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. يعني حينما تحيط هذه الأحداث بالإنسان يقول أين المفر، أين يهرب الإنسان، أين يهرب الإنسان، الإنسان الذي تدركه الساعة وهو حي أين ينجو بنفسه؟ البحار تسجر يعني تحترق، البحار كلها كتحترق ما كتبقاش البحار، الجبال تدك وتسوى بالأرض كما قال الله سبحانه وتعالى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ما كيبقاش الأرض فيها شي اعوجاج من شدة يعني الصدمة، الجبال تصبح رمادا، والأرض التي هي من طبيعتها أنها متغيرة في تضاريسها تصبح سهلا واحدا، ليس فيها اعوجاج، ليس فيها جبل، وليس فيها وادي، الكل يندك. يعني في هذه الفترة أين يفر الإنسان؟ يركب في الطيارة يهرب للسماء في البحر، النجوم تندثر، يعني النجوم يصيبها الاندثار، يعني هذه النجوم اللي كنشوفوها الآن، يعني كل نجم في مكان لا يتغير عنه ويسير في فلك لا يخرج عنه، ما غاديش يبقى شيء يوم القيامة. يعني حتى النظام ديال السماء ديال النجوم يصيبه البلبلة، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، يعني السماء تنفطر، ما معنى تنفطر؟ تتشقق، يعني هاد السماء كتولي متشققة، وهاد الكواكب اللي هي ثابتة كل الكوكب في فلك ما تبقاش، يعني الكواكب حتى هي يعني كيتخربق النظام ديالها. إذا أين يفر الإنسان؟ غادي يمشي للبحر
البحر يحترق، غادي يمشي للجبال، الجبال تندك. لذلك شوف ولد نوح فاش قال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، اش قال له؟ سآوي الى جبل يعصمني من الماء. اش قال له نوح عليه السلام؟ قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لانه عاده الانسان ملي كتوقع شي حاجه يقول لك نفكر نمشي للجبل، لان الجبل يعني مكان تلجا اليه نظرا لعلوه. هذه الجبال يدكها الله عز وجل دكا. ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. اذا اش بقى لك؟ المغارات ما بقاتش، لان الجبال اللي فيها المغارات ما كتبقاش. اذا فين؟ اين تفر؟ لا مفر لك لا في السماء ولا في الارض. اذا يقول الانسان يومئذ اين المفر؟ كلا لا وزر. كلا هذه حرف ردع، كلا هذه حرف ردع، ولفظ كلا حرف ردع اشتهر. كلا لا وزر، يقول الله سبحانه وتعالى كلا، يعني يزجر ويردع هذا المتكلم، يعني هذا الانسان اللي كيقول اين المفر، كيردعو الله سبحانه وتعالى ويزجره، تيقول ليه لا وزر، لا مفر، لا مهرب، ما عندك فين تمشي. الضربة القاضية آتية وهي مصيبة إياك لا محالة، ستصيبك ولن تخطئك. علاش؟ لماذا تصيبه الضربة ولن تخطئه؟ لأن أصلا الناس اللي كتقوم عليهم القيامة ليسوا صالحين، ليسوا صالحين. الناس اللي كتقوم عليهم القيامة هم شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. شر الناس من تدركه الساعة وهو حي. شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. إذن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. أما الناس اللي هم فيهم الإيمان وفيهم الصلاح وفيهم التقوى، هادو تأتيهم قبل أن تقوم الساعة تأتيهم ريح طيبة من قبالة أرض اليمن فتأخذهم أخذة واحدة فيموتون كنفس واحدة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على أمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. يعني لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على أمر الله، يعني بتعاقب الأزمان لا بد في كل زمن من الأزمان واحد الطائفة غادي تبقى دائما متمسكة بأمر الله عز وجل. والمقصود بأمر الله هنا أمر الله الشرعي اللي هي الأوامر والنواهي. يعني راه في كل زمان لا بد غادي تبقى واحد الطائفة، يعني هذه الطائفة هذه غادي تبقى متمسكة بأمر الله، ممتثلة لأوامر الله عز وجل ومجتنبة لنواهي الله تبارك وتعالى. وإن كثر الشر وإن كثر الفساد وإن كثر الانحراف، راه الله تبارك وتعالى غادي يخلي واحد الفئة، غادي يخلي واحد الفئة مستقيمة على أمر الله سبحانه وتعالى. نرجو الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من تلك الفئة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على أمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. لا تضرهم، يعني لا يضرهم خذلان مخذل ولا تضرهم مخالفة مخالف، لأن المخذل هو الذي يكون من الداخل والمخالف هو الذي يكون من الخارج. فالذي يخذلك
هو من كان معك فيخذلك ويتقاعد عن نصرتك، والذي يخالفك من كان بعيدا منك. فهذه الطائفة لا يضرها خذلان مخذل ولا مخالفة مخالف، حتى يأتي أمر الله. أمر الله هنا الثاني هو أمر الله الكوني. وشنو هو أمر الله الكوني؟ هو هذه الريح التي ستأتي قبل قيام الساعة وتنبعث من قبالة أرض اليمن، فتنتشر في الأرض كل من كان في قلبه إيمان ويستنشق هذه الريح إلا ويموت كما تموت نفس واحدة. إذن ملي هادو الناس كلهم اللي فيهم الإيمان كيموتوا، شكون اللي كيبقى في الأرض؟ شرار الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتهارجون فيها تهارج الحمور. كيبقوا عايشين عيشة الحمور. يعني حتى أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يبلغ بهم الأمر أن يكون الواحد منهم يجامع المرأة ويزني بها في قارعة الطريق. في قارعة الطريق يعني في وسط الطريق كيزني بالمرأة، وليس ثمة من ينكر، ما كاينش اللي كينكر هذا المشهد، هذا المستوى اللي وصلوا له الناس، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الذين تقوم عليهم الساعة هم شرار الخلق، الذين تقوم عليهم الساعة هم شرار الخلق. لذلك ينبغي للإنسان أن يدعو الله عز وجل أن لا تقوم عليه الساعة وهو حي، أن لا تقوم عليه الساعة وهو حي. إذن الله سبحانه وتعالى يقول لهذا السائل: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. لا مفر لك ولا مهرب مما تعيشه من أحداث وأهوال يوم القيامة، فإن مصيرك ومستقرك عند الله سبحانه وتعالى. وهنا يكون الانتقال من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة، إلى ربك يومئذ المستقر، يعني مستقرك عند الله سبحانه وتعالى. الحياة الدنيا مش هي المستقر، يعني هذه الآية فيها إشارة إلى أن الحياة الدنيا ليست بمستقر للإنسان، فلا ينبغي للإنسان أن يخلد إليها. ما خش المسلم يغفل عن أنه مسافر إلى الله، وأن كل لحظة من لحظات حياته تقدمه إلى الله، وتقدمه من الأجل الذي ينقله إلى الدار الآخرة. هذا الشعور لا ينبغي أن يغيب على مسلم في لحظة من اللحظات. ما عمر المسلم يغيب عليه بأنه وراء في الحياة الدنيا هو سائر وليس واقفا، وبأنه في دار عبور وليس في دار استقرار، لأن الاستقرار يكون عند الله سبحانه وتعالى. وها هنا يعني يكثر من الناس الحديث عن المستقبل. أكثرية الناس: أسيدي واش درتيش المستقبل؟ خصك دير المستقبل، هي راسك المستقبل، وجد وليداتك المستقبل، وجههم المستقبل. وشنو هو المستقبل؟ المستقبل هو الزوجة والدار والعمل والسيارة ومسائل دنيوية فقط، هذا ليس مستقبله. المستقبل هو المستقر، المستقبل هو فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا هو المستقبل الحقيقي. أما هذا ما تبقاش مستقبل، ماشي مستقبل، يعني هو مستقبل ولكن نسبي، لأن المستقبل هو المرحلة اللي ما كاينش من وراها شي مرحلة أخرى. المستقبل هو المرحلة التي ليس بعدها مرحلة أخرى، المرحلة التي ليس بعدها مرحلة أخرى هي فريق في الجنة وفريق في السعير. إذا المستقر ليس في الحياة الدنيا، والواجب على المسلم أن يستيقظ من هذه الغفلة، وأن يوقظ قلبه ويوقظ إيمانه، وأن يعلم
أن مكثه في الحياة الدنيا قليل ويسير، فينبغي أن يعد العدة وأن يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. إلى ربك يومئذ المستقر. إذا أي واحد عندنا عنده مستقر عند الله سبحانه وتعالى؟ أي واحد فينا عنده مستقر؟ وهذاك المستقر احنا اللي كنصوبوا دابا، احنا الآن كنخدموا وكننقشوا وكنبنيوا المستقر ديالنا عند الله سبحانه وتعالى. إلا كنا كنعملوا الصالحات راه كنبنيوا المستقر الصالح، وإلا كنا كنديروا السيئات راه كنبنيوا المستقر السيء. إلا كنا كنجتهدوا في الاستقامة وفي التدين وفي التزام أوامر الله سبحانه وتعالى امتثالا ونواهيه اجتنابا، راه كنكونوا كنبنيوا واحد المستقر مريح، واحد المستقر فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإلا كنا كنفرطوا في أوامر الله عز وجل وكنوقعوا في النواهي، راحنا كنبنيوا واحد المستقر لكنه مستقر جحيم، مستقر ضيق، مستقر محرق لا نستطيع أن نمكث فيه، ولكن لا مفر منه. كاين واحد الكلمة تيقولوها الناس بالدارجة، تيقول لك جري صغري على كبري، تيقول لك جري صغري على كبري، يعني فاش يكون صحيح كيجري باش يستافد من نهار يشرف ويعيا وما يبقاش قد على شي حاجه يلقى ما ياكل. هو حنا هذا المثل، هذا جري ادنيتي على اخرتي، هذا هو الاستعمال ديالها الصحيح، جري ادنيتي على اخرتي، يعني الدنيا ديالنا خصها تكون تجري على الاخره، نكونوا حنا كنهيئوا بلاصتنا تما. لذلك علاش مثلا كنلقاو في واحد العدد ديال الاحاديث ان من فعل كذا وكذا بنى الله له بيتا في الجنه، يعني ترى دروكا كتبني الجنه ديالك، كتبنيها بالقصور وبالاوديه وبالنعم، يعني انت دروك والان كتهيئ مكانك ومستقرك يعني في الاخره. فلا ينبغي ايها الفضلاء والكرام، هذا الاحساس هذا ما خصوش يغيب علينا لحظه واحده، لان ملي كنخرجوا للحياه الدنيا وكنخالطوا المشاكل ديالها كنساو الاخره، كنساو الاخره، كيولي الانسان يسعى بكل ما يقدر وبكل ما يستطيع، يعني يسعى في ان يكون قويا على حساب اخوانه. هبطوا بسكوت، هبطوا بسكوت. إذا الإنسان وهو في الحياة الدنيا ينبغي أن يسعى لهذا المستقر وأن يبني هذا المستقر، كما قال الله سبحانه وتعالى: كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. يقول العلماء: كل من خفت منه هربت منه إلا الله عز وجل، فإذا خفت منه فاهرب إليه، قال الله تعالى: ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. إذن إلى ربك يومئذ المستقر، اهرب إلى الله، اهرب إلى الله عز وجل. تهرب من ماذا؟ تهرب من النفس، تهرب من الهوى، تهرب من الشرك، تهرب من المعصية، تهرب من البدع، كل هذه الأشياء يجب أن تهرب منها إلى الله سبحانه وتعالى، ففروا إلى الله. إذا قال: كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. هذا هو لب الآخرة، يعني المحور الذي من أجله وعليه تقوم المرحلة الأخروية هي هذه: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. السلام عليكم.
يعني الإنسان يوم القيامة يحصى عليه عمله كله، لا يخفى منه شيء، وهذا أمر ينبغي أن نعيش عليه وأن نستشعره أيها الفضلاء. كل ما تعمله فإنه مسجل كما قال الله سبحانه وتعالى، وكل صغير وكبير مستطر. أي حاجة صغيرة ولا كبيرة إلا مسترة ومكتوبة ومحفوظة، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. يعني أي عمل سواء كان طيبا أو غير طيب فهو محصي ومكتوب، فيعرض عليك يوم القيامة، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، جاء الأشياء التي قدمتها والأشياء التي أخرتها، الأشياء التي عملتها في الطاعات والأشياء التي عملتها في المعاصي، كل ذلك ينبئك الله سبحانه وتعالى به، وكل ذلك يخبرك الله عز وجل به، وكل ذلك ستجده مكتوبا. لذلك أي واحد فينا يسرح عينيه مع تاريخ دياله، يسرح عينيه مع التاريخ ويشوف الوقائع والأحداث التي فعلها ويشوف الأفعال التي قام بها، أكيد أنه غد يلقى كائنش أفعال لا تسره أن ينبئه الله سبحانه وتعالى بها، وغد يشوف بأنه كان أفعال لا تشرفه أن تذكر بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلذلك يجب على الإنسان أن يمحوها. نعم هي راه تكتبات وراه ممكن الإنسان يمحوها وممكن الإنسان يغسلها، ولكن يغسلها بماذا؟ يغسلها بالتوبة الصادقة، بالتوبة النصوح، يغسلها ببكاء على الله سبحانه وتعالى، يغسلها بتحلل من المظالم، يغسلها بإصلاح العمل. يعني داكشي اللي فرط منه سيء يحاول أن يصلح عمله بعد ذلك، يحاول أن يصلح عمله بعد ذلك. إذن ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. هذا الإنباء مش هو مجرد إخبار، مش هو مجرد إخبار، لأن الإنباء هو الإخبار، مش معنى الله تعالى غادي يجي يقول لك أجي فلان فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا يوسف حالك. لا، الإنباء يقتضي المحاسبة، والمحاسبة تقتضي الثواب والعقاب. هذاك الإخبار وهذاك الإنباء راه من وراه محاسبة، وهذيك المحاسبة من وراها الثواب والعقاب. إذا ماشي معناه أنه الإنسان يقول وصافي القضية مني فيها غير مجرد إخبار راه شي بس ما كاين، غادي يقول لي درتي ونقول لي درت وندوز السلك. لا أبدا، الإخبار من وراه محاسبة، والمحاسبة من وراها ثواب وعقاب، وفيها رد للمظالم وإرجاع للحقوق. يعني إلا كيتسالك شي حق بتعطيه المولاه، ولا كتسال انت شي حاجة بغيت تاخذها، لأن هذا هو الفائدة من هذا الشيء، وهذا هو لب الإيمان باليوم الآخر. ولذلك ذكرت أمس بأن الإنسان إذا غاب عنه هذا المشهد اللي هو مشهد العرض على الله سبحانه وتعالى تجده مجرما، مجرما يفعل ما يشاء وما يريد من غير حسيب ولا رقيب. الإنسان إذا غاب عليه هذا الإيمان، وغاب عليه بأن العمل ديالو راه محصي، وغاب عليه بأنه سيعرض عمله على الله عز وجل، وغاب عليه بأن هذا العرض يتبعه محاسبة، وأن هذه المحاسبة يتبعها عقاب أو ثواب، إلى غابت هذه الأمور هذه راه تولي الإنسان تولي مجرم، يقتل من يشاء من غير وازع ولا رادع، يسرق من يشاء من غير وازع ولا رادع، تجده يتناول
بلسانه أعراض الناس من غير وازع ولا رادع، تجده يخصب ما ليس له من غير وازع ولا رادع. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. قال الله سبحانه وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فالإنسان على نفسه بصيرة، يعني الإنسان شاهد على نفسه، الإنسان شاهد على نفسه ولو ألقى معاذيره. وخي اعتذر حينما ينبئ الله سبحانه وتعالى الإنسان بأفعاله، اش كيحاول ويدن؟ كيحاول يلقي المعاذير، تيحاول يعتذر، ولكن هذه المعاذير لا تنفعه، وهذه المعاذير لن تفيده ولن ينتفع بها ولن يستفيد منها شيئا. علاش؟ لأنه على نفسه بصير، لأنه بصير بنفسه، ولأنه شاهد على نفسه وشاهد على رأسه. وخي اعتذر بأي عذر، وشاهد على نفسه باش بيعتذر إلا بينا نعرفه باش بيعتذر. نشوفه الله تبارك وتعالى قال في القرآن، المشركون حينما جاءوا يوم القيامة ويرون بأن الله عز وجل لا يغفر لمن مات مشركا، أش قالوا مع رسول أرون فيه إحنا قاعد شيء، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. نفوهما كاع واش كانوا مشركين. اش قال الله سبحانه وتعالى؟ انظر كيف كذبوا على انفسهم. واه الكذب هذا، تتكذب على راسك وانت عارف راسك بانه راه انت كنت مشركا، فهذا اعتذار لم ينفع. طيب خرين اعتذروا بماذا؟ لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قالوا يا ربي كون ما بغيتيناش نوقعوا في الشرك ما غادي نشركوا، وكون بغيتينا نكونوا مؤمنين نكون أمنا. يعني بحال احتجوا بالقدر، احتجوا بماذا؟ بالقدر. على فصفت لهم الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم وبين لهم الطريق ديال التوحيد والطريق ديال الشرك، وبين لهم الحق من الباطل، وبين لهم الهدى من الضلال. بغاو يأمنوا قال لهم الله لا، بغاو يسلموا حبسهم الله عز وجل، يجبرهم الله تبارك وتعالى على الكفر. إذا كيف انت آمنت كفرت باختيارك وكنت تمارس أعمال الكفر باختيارك، لم يلجئك إليها أحد، وفي الاخر تقول لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا، اذا هذا غلط. اي عذر يعتذر به الانسان لن يفيده، الى اش حد الله تبارك وتعالى سيفضحه، وسيفضحه من ذاته، كما جاء في الحديث الصحيح ان الله سبحانه وتعالى يقول للعبد فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، فيقول لا، تقول ما فعلت شيئا، تقول الله عز وجل فاليوم نبعث عليك شاهدا، مادام جحدتي غادي نجيبوا لك الشاهد، تقول لي لا اقبل شاهدا الا من نفسي، تقول لي انا ما قبلتش شاهد يشهد عليا الا من راسي، تقول لي الله تعالى لا كذلك، غادي نصيفط لك شاهد غير من نفسك. فيختم الله سبحانه وتعالى على فيه فتنطق جوارحه بما كان يعمل، كتهضر الجوارح ديالو، كتهضر يديه تقول اش دارت، كتهضر رجليه تقول اش دارت، يهضر الفرج ديالو يقول اش دار، يهضر البطن ديالو يقول اش دار، كاع الجوارح اللي عصبها الله سبحانه وتعالى تنطق. فيفضحه الله سبحانه وتعالى من نفسه، لأنه هو أصلا طلب الشاهد أن لا يكون الشاهد إلا من نفسه، فيفضحه الله عز وجل من نفسه. فحينما
يستطلق لسانه ماذا يقول؟ اش غادي يقول؟ وبأي شيء سيعتذر؟ فيقول لجوارحه: تبا لكن عن كن كنت أناضل، تبا لكن عن كن كنت أناضل. فلذلك أيها الفضلاء الكرام، دائما الإنسان ينبغي أن يعيش هذا المشهد، يعيش هذا المشهد ديال وقوفه، يعني ديال وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى، والمشهد ديال أن الله تعالى يستعرض عليه أعماله، درتي كذا ودرتي كذا ودرتي كذا، وراه نكون على يقين كما تيقول القائل: نستطيع أننا نكذبوا على الناس، ولكن ما نستطيعوش نكذبوا على رؤوسنا. ممكن نكذبوا على الناس، لكن ما نقدروا نكذبوا على رؤوسنا. فلا بد أنه الإنسان غادي يكون عنده شي محطة في حياته لا يشرفه أن تذكر بين يدي الله سبحانه وتعالى. فينبغي المسارعة إلى التوبة والاستغفار والإنابة وإلى محو هذه المشاهد التي لا تشرفنا أمام الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس لنا عذر نعتذر به. شنو هو العذر ديالنا؟ نقول بأنه إحنا ما فرصناش، ونحن نسمع كتاب الله سبحانه وتعالى يتلى علينا، نقول بأنه إحنا ما شفناش الأخبار، ونحن في بلاد ولله الحمد بلاد تنهج بالإسلام، وبلاد تذكرك بالصلاة وتذكرك بالصيام وتذكرك بالحج كلما حلت هذه المواسم الخيرية. ليس لنا عذر نعتذر به أمام الله سبحانه وتعالى، فالواجب علينا المسارعة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نصلح ما بقي من أعمالنا، وأن نصلح ما تأخر من أعمالنا، لأن العاقبة للمتقين، ولأن الأعمال بالخواتيم. نعم، قد يستزلنا الشيطان، فنحن ضعاف ونحن بشر، ولكن لا ينبغي أن نصر على هذا الاستزلال، ولذلك يجب علينا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونتوب إليه، حتى تختم أعمالنا بالخير وتختم أعمالنا بالصلاح. فإذا ختمت بالخير وبالصلاح فإن الأعمال بالخواتيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأن نصلح أعمالنا، وأن تكون أعمالنا الآخرة خيرا من أعمالنا الأولى، وأن نرتقي من حسن إلى أحسن في مقامات العبودية لله تعالى. أكتفي بهذا القدر، وأقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.